السلام عليكم يا فريميديون، ورجعنا لكم بفيديو جديد من سلسلة مسيرة يوسف بالليلي ابن وهران الباهية ابن الجزائر عامة. في الفيديو السابق فجرتم اللايكات يا جماعة الخير، 3000 لايك يا سلام لأول مرة في القناة، وهذا دليل على أنكم تحبون هذه السلسلة، تحبون يوسف بالليلي. يعني تحبون يوسف بالليلي أم تحبونني أنا يا جماعة؟ لا يهم يا جماعة الخير، بارك الله فيكم، شكرا للناس اللي ساهمت بأي شكل من أشكال الدعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. راح نحاول أني نزل حلقتين من هذه السلسلة إن شاء الله. أنتم لا تبخل علينا باللايك، الاشتراك في القناة، وتفعيل زر التنبيهات، ومشاهدة الفيديو للأخير أهم شيء، واتركوا لنا آراءكم وتعليقاتكم الحلوة في صندوق التعليقات. دعوني لا أطلعكم، يلا بنا Let's get started يا حبيبي. أوكي يا جماعة، نحن قد نقوم بتطوير يوسف بالليلي مثل ما تشاهدون. هذه هي إحصائيات يوسف بالليلي، الريت 76، العمر 29 سنة. هناك بعض المشاهدين الكرام قالوا لي قم بتصغير سن يوسف بالليلي، وإن شاء الله سنفعلها في فيفا 2023. لهذا لا تنسوا اللايك يا جماعة وتشتركوا في القناة. لماذا أوصيكم بالاشتراك؟ لأن هناك فيديوهات أسطورية قادمة، وأيضا كأس العالم مع المنتخب الجزائري. دور التشكيلة متقطع، الوضع الجيد، الاستعداد لياقة المباراة، اللياقة 100%، وسعيد جدا. إحصائياته، شارك في مباراة وسجل هدف، الهدف كان أسطوري فعلا يا جماعة. أوكي، الدوري الألماني سيبدأ الآن يا جماعة الخير، أول مباراة ضد فرانكفورت، وأساسي السلام في المركز الذي يحبذه يوسف بالليلي. ليتس جو مشاهدي الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم بين بوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت، بطل اليوروبا ليج في الجولة الأولى من الدور الألماني. لنرى ماذا يطلب مدرب بوروسيا دورتموند الذي لا أعرف اسمه من يوسف بالليلي. سجل من خارج منطقة الجزاء وتحقيق معدل استحواذ الفريق لا يقل 65%، وتقييم 8.5. إيزي على يوسف بالليلي. بسم الله، بداية المباراة، توكلنا على الله سبحانه وتعالى. يلا ليتس جو. تسديد يا مع بداية المباراة. الحمد لله. نسيت شيء مهم جدا. يوسف جول 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 يوسف الليلي بالليلي جول. يا سلام، نفذت المهمة والجول. يوسف في كل فيديو يسجل، في كل مباراة يسجل هدف أسطوري. يا سلام، الله جول، واحد من الأهداف في واحد من المباريات، يعني في الجولة الأولى. حذاري لا تخلي. الحمد لله الحارس، الحمد لله. ونهاية الشوط الأول 1-1، الحمد لله يا جماعة الخير. يوسف يعدل النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وتسكن الشباك في زاوية صعبة للحارس، مثل ما يفعل رياض محرز. يلا الشوط الثاني، بسم الله بدينا. جول 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 جول، إيرلينغ هالاند يسجل. يا سلام، بالليلي والتمريرة المفتاحية التي مهدت للهدف الثاني. مرت بقليل. شوف كيف رفعها وسددها. يا سلام، كانت راح تكون جول. سهلة. هذاري توقفت، يا رب ما يكون هدف. هدف. لاحظ اللقطة يا جماعة، لأن فيفا توقفت، لا أدري لماذا.
يا الله. جول جول الرد السريع، تمريرة مفتاحية من يوسف بالليلي، فخر الجزائر، فخر العرب في ألمانيا. يا سلام، شوف تمريرة مفتاحية إلى هالاند، هالاند يمرر إلى رئيس جول أو من كورونا، خيسوس كورونا، تسديده ولكن نهاية المباراة. الحمد لله الفوز مستحق لبروسيا دورتموند بصعوبة بكل تأكيد على أينتراخت فرانكفورت. يوسف بالليلي كان نجم هذه اللقاء، إن شاء الله ينال جائزة أفضل لاعب في المباراة. يوسف بالليلي صاحب الرقم 17 أو 11، والتقييم كان سيء، الاستحواذ كان سيء، وسجلنا من بعيد فقط للأسف شديد، مهمة واحدة فقط. محتلين المركز الثالث بثلاث نقاط، يعني بداية الدوري فقط، لازم علينا الفوز يا جماعة الخير. اليوم عندنا مباراة ضد فرايبورغ، الأساسي في المباراة، نعم أساسي في مباراة اليوم، ليتس جو ضد فرايبورغ. أمطار على ملعب فرايبورغ يا جماعة الخير. مباراة اليوم بين فرايبورغ وبوروسيا دورتموند في الجولة الثانية من الدور الألماني. الآن لنرى ماذا يطلبه مدرب بوروسيا دورتموند من يوسف بالليلي. تقييم 8.5، استحوذ الفريق 65% وسجل هدفين على الأقل. بسم الله بداية المباراة. جول يا يوسف الحارس. جول يوسف 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 يوسف، وكالعادة هدف عالمي من يوسف بالليلي. يا سلام، لاحظ وشوف، اتمتع 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 بهذا الهدف الرائع الهائل. يا سلام، فرحة المدرب، مدرب بوروسيا دورتموند. وهذه ضاعت يوسف، سي رقم 17 اكيد. يوسف بالليلي لا يرحم. هذري هذري جول، هدف التعادل بطريقة سهلة. ونهاية الشوط الأول 1-1، تقريبا محاولات ضئيلة في الشوط الأول. جول يا بعيدة 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 بعيدة. يا سلام، خطأ دفاعي، وإيرليك هالاند يستغله، ويلا بينا الهدف الثاني لبوروسيا دورتموند. لو لم أضغط عليهم لما كان هناك هدف. يا هالاند مرر، تسديدة يا الله من يوسف بالليلي، ولكن لم تسجل. لا يوجد ضربة جزاء، ما بين الجمهور. ونهاية المباراة جماعة الخير 2-1، والحمد لله فزنا بشق الأنفس مجددا. أوكي، استحواذ كان سيء، عدد النقاط أو عدد الأهداف كان سيء، مطلوب منا هدفين، سجلنا هدف فقط، تقييم كان جيد معليش. بالليلي يسجل في فوز دورتموند على فرايبورغ 2-1. تمكن بالليلي من إدخال اسمه في قائمة الهدافين في فوز بوروسيا دورتموند ضد فرايبورغ بنتيجة 2-1. ومحتلين المركز الأول بست نقاط يا جماعة الخير، فارق نقطتين عن أقرب المنافسين إر بي لايبزيغ بأربع نقاط، يعني فارق نقطتين فقط. واليوم عندنا مباراة كبيرة وقمة ضد هوفنهايم، أساسي يوسف بالليلي بكل تأكيد يا جماعة. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم، الجولة الثالثة من الدور الألماني بين بوروسيا دورتموند وهوفنهايم. جماهير تشجع يوسف بالليلي. ماذا يطلبه المدرب من يوسف بالليلي؟ مراوغات لا تقل عن 35%، سدد تسديدتين على المرمى، تقييم 7.5، هذه سهلة نوعا ما عن آخر مهمتين. بسم الله بدأت المباراة يا جماعة، لازم نسدوا أكثر من تسديدة. هذول هذول، والحمد لله القائم القائم يا جماعة. هذري هذري، الحمد لله الحارس يا جماعه.
يا جول الله تسديد الله. نهاية الشوط الأول 0-0 بين هوفنهايم وبوروسيا دورتموند. الشوط الأول كان سيء. هذيري الحارس، الحمد لله الحارس ما زاد خطيرة. جول هذيري الحمد لله يوسف بولسون خطير جدا. الثقة اللازمة عند بالليل، الثقة في مكانها يا جماعة. شوف واحد يريو ثم اثنين والحارس. يا سلام عليك يا يوسف. شوف يا سلام، والله فنان يوسف الفنان. قال في الدقيقة 79 نهاية المباراة 1-1، ولكن الحمد لله تجنبنا خسارة. أهم من الخسارة التعادل، أهم من الخسارة. سددنا فقط تسديدة واحدة على المربعة وكانت في الجول أكيد. المراوغات كانت ناجحة والتقييم كان جيد. البطل بالليلي يسجل هدف التعادل لفريق دورتموند. أنقذ هدف التعادل الذي سجله بالليلي اليوم، وساعد دورتموند في تحقيق التعادل ضد هوفنهايم. يا جماعة أسبوع آخر قد انقضى، هذا يعني فريق أسبوع آخر. كم لاعب من لاعبي الفريق المفضل لديك قد أنجزها؟ يوسف بالليلي في قائمة أفضل لاعبين لهذا الأسبوع. يعني هذه أول جائزة ليوسف بالليلي أنه يكون ضمن تشكيلة الأسبوع. الترتيب يا جماعة الخير، متعادلين أمام هوفنهايم 7-7، يعني 7 نقاط. يوسف بالليلي لعب 4 مباريات وسجل 4 أهداف، لم يقدم ولا تمريرة حاسمة. وكي قائمة مرشحي شهر أغسطس لجائزة أفضل لاعب في شهر البوندسليغا من بالليلي. يا سلام يا جماعة الخير، كان ضمن تشكيلة الأسبوع والآن مرشح لجائزة أفضل لاعب في شهر أوت أو أغسطس. هل تعتبر أول جائزة ليوسف بالليلي إن شاء الله. أوكي، اليوم عندنا مباراة ضد ليفركوزن. ان شاء الله اساسي يوسف بالليلي اساسي، وان شاء الله بعد هذه المباراة سنعرف هل يمكن ان يصبح افضل لاعب في هذا الشهر ان شاء الله. مشاهدي الكرام اينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة اليوم بين ليفركوزن وبوروسيا دورتموند ضمن الجولة 4 من البوندسليغا. مايكل بالاك، ماذا يطلبه مدرب بوروسيا دورتموند من يوسف بالليلي؟ تقييم 7.5، تحقيق معدل المراوغات ناجح 35%، وأيضا تمريرات 55%. بسم الله بدينا المباراة. تسديد الحمد لله بعيدة. هذاري الهدف الأول، مهمة تزداد صعوبة يا جماعة. هذاري ضيعها، الحمد لله ضيعها. يلا جول يا الله، جول يا سلام، جول. شوفوا قبلة في رقبته يا جماعة، الحمد لله. نهاية الشوط الأول 1-1. الشوط الأول كان صعب جدا، الآن علينا الفوز يا جماعة، لازم نسجل. جول يوسف الحارس. هوفنهايم متقدمين يا جماعة، ماذا يعني فقدان الصدارة؟ حيوان. حكم ينعل. كانت هجمة انها الحكم. يا إيه الحكم خلوه ذكي وليس غبي.
أثناء الهجمة لا تقاطعونا. اللهم صبرني. أوكي، التقييم كان سيء، المراوغات كانت نجاح، التمريرات كانت مكتملة 100%. Thank you. دوري الأبطال يا جماعة، يا سلام يوسف في دوري الأبطال، يا سلام. لاعب هوفنهام يفوز بجائزة أفضل لاعب في البوندسليغا لشهر أغسطس، فقدنا الجائزة يا الله. أتمنى الفيديو عجبكم، شكرا لمشاهدة الفيديو الأخير، شكرا لضغط زر اللايك والشارك في القناة وفعل زر التنبيهات، وشكرا للناس اللي تدعمنا بأي شكل من أشكال الدعم، بارك الله فيكم. أعطونا آراءكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات. يا جماعة يا جماعة، أنا أتحدث باللغة العربية من أجل أن أترجم الفيديو لعشرين ألف لغة. تخيلوا فيديوهات تصل لكل العالم، هذا أفضل شيء بالنسبة للجزائر، بالنسبة لمحتوى الجزائري يا جماعة. لهذا أتمنى منكم تساندونا يا جماعة وليس تحطمونا بالنسبة للناس اللي تنتقدني لأني أتحدث بالعربية. بارك الله فيكم يا جماعة، أنا أتحدث هكذا، أتمنى لا تغضبوا مني. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. اعتنوا بأنفسكم جيدا وكالعادة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.